تكون حليب لي يعني كما أنني أرحب ب التوعوية والتحسيسية التي أقيمت في جميع المديرية العامة للجمارك وضعت مجموعة من الإجراءات. هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل وتبسيط فعل التصدير، تهدف أيضا إلى الرفع من تنافسية المؤسسات الاقتصادية، تهدف أيضا إلى تشجيع وصول منتجاتنا إلى الأسواق سواء الإفريقية أو العربية، هذا من خلال حزمة من التسهيلات. هذه التسهيلات تنطلق من قبل أو قد تنطلق قبل بدء عملية التصدير من خلال القيام بتوجيه وإعلام المتعاملين الاقتصاديين بكل الإجراءات التي ينبغي القيام بها. نشكر مديرية الجمارك على مرافقة غرفة التجارة والصناعة في المركزية ومحليا، رافقت غرف التجارة في جميع الولايات مع مديرية التجارة لإنجاح هذه الأيام التحسيسية التي كان المغزى منها تقرب أكثر بين المتعاملين الاقتصاديين في المجال التجارة الخارجية ومديرية الجمارك لتصحيح الرؤية والتحضير إلى مرافقة المتعامل الاقتصادي في المرحلة المرجوة التي ستكون مرحلة السوق الحرة الإفريقية والسوق الحرة العربية. بحيث الآن المديرية العامة أعطت تعليمات لمصالحها، للمصالح الجمارك هي التي تنتقل إلى مكان القيام ب أو إلى مخازن ومحلات المتعامل الاقتصادي للقيام بعملية الرقابة على مستوى مخازن ومحلات المتعامل الاقتصادي. يتم بعد ذلك ترصيص هذه السلع ويتم اكتتاب والقيام بعملية الجمركة في المكاتب الداخلية بدل القيام بها على مستوى المعابر الحدودية.